لحظات الأول من عمر الحكومة الجديدة بتكليف محمد الشياع السوداني رئيسا للوزراء تواترت المباركات والإشادات من قبل شخصيات إقليمية ودولية بمساعي تشكيل الحكومة اللي يعتبروها محطة جديدة للعراق بمحض إرادات قادة الكتل. فقط بعدما انتهت أشهر كاملة من التيه السياسي، إذ نقلت البلاد من ظلام الانسداد إلى نور التوافق وإنقاذ البلد من ويلات. بالتالي الحكومة الموعودة حكومة خدمات وتصدي للفساد، ومثل ما يفسر المراقبون أن الإشادات الدولية هي بارقة أمل في مرحلة السوداني لبناء علاقات وتعزيزها بما ينفع مصالح البلد. أما في الجانب الآخر من ملفاتنا لهذه الليلة، فمع بدء العد التنازلي لعرض حكومة محمد الشياع السوداني على مجلس النواب، فإن مؤشرات التمرير وحصولها على التأييد النيابي تبدو قريبة من التحقق، خاصة مع المعطيات اللي يعززها الواقع وأجواء التكليف. فتشكيل الحكومة يخضع لمعايير اعتماد الاستحقاقات الانتخابية، ومقاييس اختيار أعضاء الحكومة هي الكفاءة والمهنية والنزاهة، ولن يتجاوزها رئيس الوزراء المكلف. فهذه الأسس الثلاث سيبني عليها اختياراته، وكان صريح مع الكتل السياسية بإعطائه حق الاختيار وحق الإبقاء والإقالة في حال عدم القناعة بالأداء. وهاي النقاط لاقت ترحيب من الكتل السياسية، وراح تترجم إلى يسر في ولادة الحكومة المرتقبة. مشاهدينا، هذه الملفات راح نتابعها من حصادنا لهذه الليلة، ونفتح محاور الحديث مع ضيوفي في هذه الحلقة. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. الحكومة الجديدة محاطة بترحيب داخلي وخارجي، وهذا بدوره يفسر المهتمون يفسروا بتتبع الأحداث السياسية أنه دليل على ثقتهم بشخصية رئيس الوزراء، ولربما إمكانيته باحتواء الأزمات على حد قولهم. لكن كالمعتاد، الترحيبات من قبل الأمم المتحدة بأمور الشأن الداخلي للبلد تثير الريبة، باعتبار هذه المنظمة تسعى إلى جر النار القرصة مثل ما نقول، وزيادة يعني أرباحهم في هذه العملية. راح نتحاور مع ذوي الاختصاص حول شخصية المكلف محمد الشياع السوداني واستقلاليته، وأيضا حول التأييد الدولي اللي لاقته هذه الحكومة في أولى أيامها. إذن مشاهدين، نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. صحراء قاحلة خالية من توفير الخدمات يعتريها تعثر صخور الأزمات المتواترة، هكذا شبه المشهد السياسي قبيل تشكيل الحكومة الساعية إلى ترميم المنظومة السياسية المتهالكة. أما اليوم فالواقع السياسي في البلد يطوي صفحة مليئة بالإخفاقات، إذ توالت الترحيبات الإقليمية والدولية لمساعي الإطار التي أسهمت بالعبور من هذا النفق المظلم. أعتقد سيكون هناك انفراج على يد في جميع الاتجاهات، كدول إقليمية، كمنظمات، كأمم متحدة. أعتقد سيكون هناك أمور واعدة في المستقبل إن شاء الله. فالترحيب الذي نالته حكومة الخدمات وتثمين نجاح انعقاد جلسات البرلمان والتي تعد مسارا جديدا في تاريخ العراق وأزماته، يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني من قبل الدول التي رحبت بخطواته الجديدة، معلنة استعدادها لإقامة علاقات وطيدة مع بغداد، معولين على إدارته للمرحلة المقبلة. حقيقة هذا الدعم الدولي والإقليمي وحتى المقبولية الداخلية لحكومة السيد السوداني جاءت يعني تلبية للنداءات ومتطلبات الشعب العراقي. الإخفاقات اللي مرت بها الحكومات السابقة ما يجب أن تكرر بهذه الحكومة. ما شاهدناه من تحرك واسع من كل الكتل السياسية، وتحديدا شخص السيد السوداني لديه الطموح والرغبة بالنجاح. الإشادة الدولية بشخصية رئيس الوزراء محط أنظار المراقبين للشأن السياسي، إذ وجهت عدة تفاسير بشأنها، وأبرزها تمكين قدرات السوداني من تعزيز العلاقات الدولية خصوصا مع الدول المتقدمة للنهوض بالواقع الاقتصادي وبناء علاقات خارجية ذات المردود الإيجابي للبلد. فيما أشاروا إلى استقلالية شخصية محمد الشياع السوداني الرافضة للتدخلات الخارجية التي تحمل نوايا هدامة للبلد،
بالتالي يرون استبعاد المخاوف التي تحيط بالحكومة المقبلة من تدخلات خارجية ترنو إلى وضع العراق تحت سيطرتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ قاسم. مرحبا. وكذلك عبر سكايب السيد قوران فتحي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ينضم معي من السليمانية، حياكم الله ضيوفي الكرام. دائما حضرتك دكتور نتحدث بالبداية عن التأييد الدولي للمكلف بتشكيل الحكومة سيد محمد الشياع السوداني، بالتالي هذا الترحيب الدولي يكاد أن يكون ملفت للنظر خلال يومين ثلاثة، ولكن دائما ما نبحث عن الغايات، هل الغايات هذه الدول هي التأييد أم أن هنالك تدخل راح يحصل في هذا الشأن، أم أن شجاعة المكلف راح تحول دون هذه المتغيرات الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في حقيقة الأمر أن موضوع الدعم على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي للشخصية المرشحة أعتقد مهمة جدا، باعتبار أن جميع الدول ترغب في إيجاد استقرار في العراق بعد النزاعات والصراعات، ولا سيما أن العراق شهد تأخرا في استحقاقاته الدستورية، مضى عاما كاملا دون وجود أي حكومة تلبي الطموح. ولذلك نعتقد لدينا قراءة فيما يتعلق بهذا الدعم، أن هذا الدعم شيء طبيعي، وقراءة واضحة أن النظام الدولي بشكل عام والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل عام والمنظمات الأخرى ترغب باستقرار العراق ولا ترغب في إيجاد عدم الاستقرار. ونعتقد أن السيد السوداني بالرغم من كل التحديات التي تواجهه نعتقد أنه الطريق سالك أمامه لاعتبارات متعددة، من أبرزها هو الدعم على المستوى الدولي والإقليمي، إضافة إلى وجود كتلة كبيرة داخل قبة البرلمان تدعمه، وإضافة إلى وجود حلفاء أقوياء لا سيما الفائزون من يعني كتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى وجود برنامج اتفق كل الأطراف على إيجاده من خلال الوثيقة التي سربت للإعلام ما تسمى بوثيقة إدارة الدولة. طيب أستاذ قاسم جدا حابب بحضرتك نتحدث أيضا عن الأمم المتحدة اللي عبر مبعوثتها جيني بلاسخارت رحبت بهذه الخطوات ووصفتها أنه بالخطوات المؤمل منها أنه تغير هذه المرحلة في العراق، وتأملت من الحكومة الجديدة أن تحقق تطلعات الشارع. هذا الدعم الدولي أيضا لازلنا نتحدث في الدعم الخارجي، في أي خانة نضعه وكيف يمكن استثماره في تشكيل الحكومة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى ضيوف الكرام، تحية إلى المتابعين الكرام في كل مكان. قطعا سيدي الكريم أن الإحاطة الأخيرة للسيدة بلاسخارت جاءت حقيقة داعمة لتكليف السيد محمد الشياع السوداني. اليوم هنالك ملفات عالقة سيدي الكريم، يعني لا يخفى على المتلقي أن هناك حرب ضرورة تدور في روسيا وبين روسيا وأوكرانيا، هذه الحرب ألقت إضلالها على موضوع الطاقة. لذلك نعتقد أن هنالك اليوم يعني إجماع دولي على أن يكون هنالك هدوء في الساحة السياسية العراقية من بغداد إلى الفاو لتأمين مصادر الطاقة، هذا أولا، وثانيا يعني من مصلحة الأمم المتحدة أن تدعم حكومة في هذه المرحلة، باعتبار أنه العراق عانى من انسداد سياسي على مدى سنة كاملة. لذلك جاءت عملية التأييد الأممي والدولي الكبيرة لتكليف السيد محمد الشياع السوداني من هالمنطلق. نعتقد اعتقادا جازا أنه التوافق الدولي الذي يعني وصل إلى هذه المرحلة التأييد للسيد محمد الشياع السوداني أعتقد سوف يدفع بالسيد السوداني دفعة إلى الأمام باتجاه أن يكون تشكيلة كابينة الوزارية حقيقة وفق الاستحقاقات الكبيرة التي يعني حصل عليها من خلال دعم كتلته الكبيرة لإطار التنسيقي الصامد الذي صمد حقيقة على مدى سنة كاملة وقد ناور مناورة كبيرة، فلقادته كل الشكر والتحية باعتبار أنهم يعني لم تهزهم كثيرا الإرهاصات التي حدثت في الساحة السياسية العراقية وكانوا يعني صامدين أمام هذه الإرهاصات. نعتقد أنه أخطر مرحلة المراحل الصراع السياسي كانت في الساحة السياسية العراقية هي عندما تحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع مسلح، وهذا أربك المشهد كثيرا وكاد أن يذهب بالسلم والأمن الأهلي إلى مراحل خطرة جدا، لكن صمود قادة الإطار والإطار التنسيقي الصامد حقيقة يعني أبطل هذه المحاولات، واستطاعوا أن يهيئوا السيد السوداني
واعتقد سوف يكون هناك دعم كبير للسوداني فضلا عن الدعم الاممي هناك دعم داخلي حيث الفرقاء السياسيين مجمعين على انه يجب دعم هذا الرجل الذي لهذه اللحظه لم تثبت عليه ملفات في النزاهه او في الدوائر الرقابيه باعتبار انه تبوأ مناصب كثيره، لكنه لم يثبت عليه مسائل سرقه او تزوير او محسوبيه من هذا القبيل. نؤكد على مساله اخرى انه يجب استثمار هذا التأييد الدولي من اجل الاسراع بتشكيل الكابينه الوزاريه حتى ترى هذه الحكومه النور. نقطه مهمه جدا استاذ قاسم، خلينا نذهب الى استاذ قوران، حياك الله استاذ قوران. نتحدث ويتحدث ضيوف الكرام عن هذا التأييد الدولي، بالتالي الإحاطة الأممية لجنين بلاسخارت وبالتالي مباركة لهذه الخطوات وترحيبها بأن تشجع على قضية الاستعجال والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وأنها يعني رحبت باستطاعة العراق بالخروج من هذه الأزمة اللي طال مدها سنة. شكل العراق في المحافل الدولية كيف سيكون في حال أنه هذا التأييد، هل يفرض عليه المسؤولية بأن يكون أمام مسؤولية تاريخية بتشكيل الكابينة الوزارية من والنجاح بها من حيث الوقت ومن حيث النوع؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم العزيزة والضيفين الكريمين. حقيقة ليس فقط الدعم الدولي والاتفاق الدولي على شخصية السيد السوداني، هناك دعم داخلي كبير من كل القوى السياسية سواء من داخل البيت الكردي والبيت الشيعي والسني على شخصية السيد السوداني. باعتقادي فقط التيار الصدري لا يدعم السيد السوداني، ولكن هناك حتى دعم اقليمي ودعم دولي للسيد محمد شيع السوداني. واعتقد على كل القوى السياسية العراقية، القوى البارزة، دعم السيد السوداني لكي يستطيع إدارة الملفات الكبيرة التي تواجه كابينته الوزارية المقبلة لكي ينجح فيها. كما تعرفون هناك عقبات كبيرة تواجه الإدارة الجديدة في البلاد، ويجب على كل القوى السياسية دعم السيد محمد شياع السوداني لكي ينجح فيها. طيب دكتور، نتحدث اليوم عن البرنامج الوزاري للسيد السوداني، أشار في إحدى نقاطه إلى فتح آفاق واسعة للعراق مع محيطه الإقليمي ومحيطه الدولي، تمتين هذه العلاقات المشتركة بين الدول، أين سيذهب بالعراق؟ في الحقيقة من باب الأمانة، يعني منذ بداية تكليف السيد حيدر العبادي شهد العراق انفتاحة كبيرة اتجاه يعني المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وأصبح العراق لديه يعني حضور واضح على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى السياسي، وهذه الحقيقة يجب أن تقال. يفترض بالسيد السوداني أن يستمر في هذه المسيرة، لا سيما وأن نحن نعيش في عالم يجب أن نتعامل معه بطريقة سياسية قائمة على أساس الاحترام المتبادل. فضلا عن ذلك، العراق يجب أن يحاول أن يستثمر جميع الأزمات الحالية، وأن يعني يقول للعالم أجمع أن العراق قادر على أن يتجاوز هذه الصعاب، لا سيما وأن الأخبار في بعض الأحيان عندما تشتد الظروف في العراق قد دائما ما تتناول العراق في المحطات باعتبار أن هناك أزمة كبيرة ولا يمكن للعراقيين أن يتجاوزوها. ولذلك نعتقد أن الرئيس المكلف يفترض أن يبدأ بخطوات جدية عملية لغرض المحافظة على العراق ومكانة العراق على المستوى الخارجي، باعتبار أن الدفاع عن مصالح العراق ليس فقط على المستوى الداخلي، نحتاج للدفاع عن مصالح العراق على المستوى الخارجي. فضلا عن ذلك، ضرورة أن يكون للعراق حضور واضح في المحافل الإقليمية، المؤتمرات الدولية، ولا سيما وأن الحضور الكبير في تلك المحافل يضمن للعراق ويحفظ له حقوقه، لا سيما بعض يعني الاجتماعات على مستوى الجامعة العربية وغيرها. يستطيع العراق أيضا أن يحافظ على حقوقه على مستوى مثل الحقوق المائية، يستطيع العراق أن يعرض هذه المسألة على جامعة الدول العربية لغرض الضغط على البلدان يعني البلدان التي تمتلك المصب، مصب المياه على سبيل المثال للحصر. فضلا عن ذلك، يستطيع العراق أن يوظف علاقاته على المستوى الإقليمي في موضوع مكافحة الإرهاب، باستطاعة العراق أن يوظف هذه العلاقات الجيدة في موضوع تبادل المعلومات المهمة، في موضوع استلام وتسليم الإرهابيين وغيرها من المسائل الكبيرة. ونعتقد أن هناك أمور كثيرة بالإمكان العراق أن يستثمرها، لا سيما
دعم الشركات الأجنبية في موضوع البنى التحتية وغيرها، باعتبار أن العراق يحتاج استثمارات فيما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، فضلا عن أكو مناطق كثيرة محرومة تحتاج استثمارات وشركات ومصانع لغرض القضاء على هذه البطالة الداخلية. نعم. طيب أستاذ قاسم، يتحدث ضيف الكريم عن أن العلاقات الدولية قبل وزارتين أو ثلاثة من أيام رئيس الوزراء حيدر العبادي أصبحت هنالك عملية تفاعلية في العلاقات الدولية. خلينا نمر على فترة عادل عبد المهدي عندما فتح الآفاق الدولية مع الصين، بالتالي المكلف هل سيستطيع عبر برنامجه الحكومي أن يخطو هذه الخطوات ويعيد ما تم التوقف عنه؟ نعم، يبدو يعني هنالك دعم كما استثنى دولي للسيد السوداني، يعني عكس الدعم الذي يعني كان في فترة السيد عادل عبد المهدي، باعتبار السيد عبد المهدي قد ذهب بجل الحكومة العراقية في وقتها آنذاك إلى جمهورية الصين الشعبية للتعاقد في أكثر من ملف، يعني كل وزارة قد تعاقدت مع وزارة أخرى. نعتقد أنه المصالح اليوم مشتركة، هناك مصلحة وهناك ضرورة قصوى لدى المجتمع الدولي بتأمين مصادر الطاقة. لذلك أعتقد فيما إذا قام السيد السوداني بإبرام اتفاقيات تجارية ضخمة مع الصين أو مع غير الصين، يعني ليس بالضرورة يكون مع الصين يعني تحديدا أو حصرا، لكن أعتقد سوف هناك يكون دعم دولي أو غض الطرف من جانب الأمريكي تحديدا عن بعض هذه الاتفاقيات التي لا تقدح يعني بالاقتصاد الأمريكي الذي يعتبرونه يعني اقتصاد رائج في السوق العراقية، ويعتبرونه خط من خطوط الأمن القومي الاقتصادي الأمريكي. لذلك يعني اليوم كما قلنا وتفضل الحضر الدكتور أنه الساحة مهيئة أمامي السيد السوداني، فرصيده حقيقة ارتفع كثيرا، وعليه استغلال هذا الرصيد من أجل إرساء وفتح كل الملفات المتعلقة بالمواطن العراقي. يعني حقيقة المواطن العراقي عانى معاناة كبيرة من الحكومات المتعاقبة ولم يأخذ فرصته الحقيقية بالتنعم بخيراته. فعلى السيد السوداني إن كان فعلا يريد النجاح أن يستفيد من تجربة السيد الكاظمي الذي رافق كثير من الفشل وإساءة وسوء إدارة الدولة العراقية في الفترة الماضية. طيب سيد غوران، أشار الضيف الكريم أستاذ قاسم وكذلك الدكتور طارق الزبيدي إلى العلاقات الدولية، ولا سيما الدكتور الزبيدي عندما أشار إلى بلدان المنبع، بالتالي العلاقة مع تركيا، الإقليم كردستان له اليد الطولة في هذه العلاقة الدولية مع تركيا، الحفاظ على السيادة، حصة المياه. هل من الممكن أن تكون هذه العلاقات الدولية بين العراق وتركيا على ما يرام نشهد تحسن لهذه العلاقات، طبعا بمساندة الإقليم كردستان للحكومة الاتحادية؟ نعم تماما، أنا ذكرت هناك ملفات عدة، ملفات وحتى عقبات أمام حكومة السيد السوداني يجب عليه الخوض فيها ومحاولة حلها. هناك ملفات داخلية نحن ذكرناها، وكذلك ملفات مع دول الإقليم أو دول المجاورة. كما تعرفون هناك خروقات داخل الأراضي العراقية، هناك حتى مسألة السدود بين تركيا والعراق، هناك قواعد تركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق. باعتقادي على حكومة السوداني التفاوض مع دول المجاورة لمنع أي خروقات داخل الأراضي العراقية، وخاصة كما تعرفون هناك خروقات كبيرة من قبل تركيا، هناك قواعد عسكرية كما تعرفون في إقليم كردستان، هناك قصف تركي مستمر ومنذ أعوام. الحكومات السابقة باعتقادي كانت ردودها ضعيفة جدا حتى إقليم كردستان، وباعتقادي قوة حكومة السوداني تكون بدعم القوة السياسية الكبيرة في البلاد وحتى بوحدة الموقف بين إقليم كردستان وبغداد. طيب يعني اسمحوا لي ضيوف الكرام أن نذهب إلى الملف الثاني ونتناول الشأن الداخلي في تشكيلة الحكومة بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مع عبور البلاد أخطر المنعطفات السياسية منذ عام 2003 وتجاوز اللغة الحدية في الخطاب السياسي، فإن مرحلة تشكيل الحكومة وعرض الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب
لا يفصل عنها سوى أيام قلائل مع توقعات بحصولها على دعم سياسي نيابي كبيرين. خلونا نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. نحو رئاسة الوزراء يتجه محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة بعد جلسة البرلمان التي كانت مجرياتها وفقا للفضاء الوطني والمسارات القانونية والدستورية. سياسيا وفي المجلس النيابي يمتلك السوداني ظهيرا برلمانيا قويا متمثلا بالإطار الشيعي صاحب الأغلبية، فضلا عن مقبوليته لدى الأطراف الأخرى في تحالف إدارة الدولة، وهذا ما سيمكنه من الحصول على دعم نيابي يكاد أن يكون منقطع النظير. حكومة السيد السوداني هي حكومة حقيقة نتجت عن مخاض عسير وحقيقة أمد طويل، وبالتالي نتجت عن توافق سياسي واسع، وبالتالي تأييد دولي أيضا واسع وترحيب بهذه الحكومة يتحتم على الجميع أن يقف ويساند تشكيلها ويعجل في تشكيلها، ومن ثم المساعدة في إكمال البرنامج الحكومي الذي في الواقع لمجلس النواب أيضا دور كبير. هذا الدعم النيابي الذي تعهدت به الكتل السياسية وأعضاء في الكتل المعارضة سيبدو واضحا من ناحية التشريع والرقابة وجلسة تمرير الكابينة الوزارية، مع دعوات بمنح رئيس الوزراء المكلف الحرية ورفع الضغوط السياسية والفئوية والشخصيات غير الكفوءة في عملية اختياره لأعضاء فريقه الوزاري. حكومتنا حكومة برلمانية، لابد أن يكون الأحزاب مشاركة، والأحزاب الذي يشارك حتى يكون صاحب دعم وإسناد يجب أن يكون يعني مع رئيس الوزراء لاختيار الوزراء. ومن الطبيعي في كل الدول الحكومة تتوزع على الكتل السياسية، نعم قد يكون يفرض رئيس الوزراء على أن يكون وزير الإعمار مهندس متمكن وما شابه ذلك، وزير الصحة طبيب متمكن. تحديات كبيرة تواجه حكومة السودان سيادية وسياسية واقتصادية بموازاة شارع محتقن من الأزمات المركبة والتركات الثقيلة وتيار سياسي معارض، لكن السودان الموصوف بحسب نواب ابن الداخل يعرف كيفية التحرك بمجريات ومتغيرات المشهد العام للبلاد. الفرصة مؤاتية له لتشكيل حكومة خدمة وطنية وعلى قدر المسؤولية. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيوفي الكرام الدكتور طارق الزبيدي والأستاذ قاسم العبود والأستاذ قوران فتحي. حياكم الله مجددا ضيوفي. دكتور، نتحدث عن الشأن الداخلي والتحديات الداخلية بعد أن تحدثنا عن التواصل والدعم الدولي. السيد السوداني طلب صراحة من الكتل السياسية عدم التدخل في أعضاء كابينة الوزارية ومنح الحرية في اختيارهم، في محاسبتهم، في إبقاء من يريد وإقصاء من يريد. بالتالي هذه الاشتراطات راح نشوفها حاكمة في الأيام المقبلة، أم أن السلطة الحزبية أيضا سنراها هي التي تتفوق؟ أعتقد من أهم عوامل نجاح الحكومة القادمة من عدمه هو عملية التدخل، تدخل الأحزاب خاصة التدخل السلبي. ونعتقد أن هناك تجارب سابقة جميع رؤساء الوزراء كانوا يعانون من هذه المشكلة، باعتبار أن الكتل السياسية دائما ما تفرض فرضا وزير واحد أو شخصية واحدة، وقد تكون هذه الشخصية غير مؤهلة أو قد تكون علاقتها مع رئيس الوزراء علاقة غير تفاعلية. ولذلك نعتقد أن السيد السوداني إذا ما أصر على هذا الشرط أعتقد واحدة من أسباب نجاحه. نعتقد أن موضوع التحديات الكثيرة باعتبار أن حكومة السيد السوداني هي صحيح الطريق سالك ولكنه غير معبد، والسبب في ذلك عندما نقول أنه الطريق غير معبد باعتبار هناك تحديات. من أبرز تلك التحديات هن أربع تحديات رئيسية، من أبرز تلك التحديات هو التحدي الأول وهو كيفية التوافق ما بين خيارات السيد السوداني وخيارات الأحزاب، باعتبار أن الأحزاب سوف تقدم ثلاث مرشحين والسيد السوداني هو يختار ما يشاء من هؤلاء. يبقى كيف يستطيع السيد السوداني أن يرضي الأحزاب وفي نفس الوقت يرضي اختياراته؟ التحدي الثاني، كيف يستطيع السيد السوداني أن يعزز ثقة التيار الصدري أو جمهور التيار الصدري فيما يتعلق بالمطالب الواضحة، مطلبين رئيسيين للتيار الصدري، المطلب الأول يتعلق بجدول الانتخابات المبكرة، والمطلب الثاني يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. أعتقد هذا الموضوع الثاني في إطار التحدي. التحدي الثالث، كيف يستطيع السيد السوداني فيما يتعلق بالتجاوب فيما يتعلق بمطالب تشرين، باعتبار أن حركات تشرين قد تذهب إلى فكرة التظاهرات والاحتجاجات في المستقبل.
التحدي الأخير، وأعتقد هذا التحدي الأكثر تعقيدا، أن السيد السوداني مطالب بضرورة إيجاد أبرز الإجراءات في مكافحة الفساد، وإذا ما ذهب بهذه الإجراءات قد تضر مصالح بعض الكتل السياسية بغض النظر عن أسمائها، فهذا يعتبر تحدي في حد ذاته. كيف يستطيع السيد السوداني أن يمارس صلاحيته وأن يحاسب القيادات التي قد تكون يعني في أمامها شبهة فساد حتى وإن كانت قريبة على تلك هذا الحزب أو ذاك؟ طيب. ولذلك هذه التحديات أبرز تلك التحديات التي تواجه السيد السوداني بالمستقبل. طيب، دعني أرحب بالسيدة ضحى القصيرة النائبة عن ائتلاف دولة القانون، تنضم معي عبر الهاتف. أهلا بك سيدة ضحى. يتحدى ضيف الكريم الدكتور الزبيدي عن هذه التحديات اللي تواجه المكلف. احنا لو رجعنا قليلا الى حكومة الكاظمي بان تكليف، فكانت اولى مهامها هي اجراء انتخابات مبكرة، وكان لها ما لها وعليها ما عليها. بالتالي هذه التحديات الكبيرة، مكافحة الفساد، ارضاء التيارات المعارضة، خدمات للمواطنين وغيرها، راح تكون هذه الحكومة بهذه الاشتراطات وهذه الضغوطات وهذه التحديات قادرة على تحقيق هكذا برنامج؟ التحيات موصولة لكم ولمشاهدي قناتكم الموقعة ولضيوفك الكرام. لك كل التحايا. واقعا اليوم وبعد هذا المخاض الأخير الذي شهدته العملية السياسية، لا سيما مرافقة الانسداد السياسي الواضحة لبدء العملية السياسية من يوم انتهاء الانتخابات لحد هذه اللحظة، وكان الأمس القريب هو موعدا للإيفان بتشكيل الحكومة بعد أن كان هناك انتخاب للسيد رئيس الجمهورية، ومن ثم التكليف المباشر للسيد رئيس الوزراء حتى يوم الضيف وفق المدد الدستورية بتكليف السادة الوزراء وتعيينهم، ومن ثم يأتي إلى قبة البرلمان بعد أن تكون تلك الخيارات الصعبة أمامه، عليه أن يتحدى وأن يكون قريب من الحدث بخياراته، لا سيما أنه العديد من الكتل السياسية قد طرحت مجموعة من المرشحين، وكان هناك طلب للسيد السوداني أن يقدم أكثر من سيزي أو سيرة ذاتية لعدة أشخاص للكابينة الوزارية واحدة حتى يتسنى له أن الخيارات تكون واسعة وغير محدودة. وبالتالي اليوم نحن كما وقفنا متفقين لحكومة السيد السوداني بتشكيلها، حتما غدا سوف نكون معترضين إذا لم ينجز الملفات التي تم الاتفاق عليها، وكان في مقدمتها موضوع الخدمات والكهرباء والتعليم والصحة ومحاربة ومكافحة الفساد، وكذلك الرجوع إلى مطالب المتظاهرين والتي كانت في مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة. حتما إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب أن تكون طيب. هناك رؤى تتحقق فيها الأمور الفنية والصحة، ما دام أن التأييد تحتاج إلى إعادة نظر في تصحيح بعض المواقف المتعلقة بالانتخابات، معالجة الثغرات التي رافقت العملية الانتخابية، وبالتالي حتما هذه الأمور سوف تكون أمام أنظار مجلس النواب ومتابعتها ومراقبتها ستكون من قبلنا. طيب، ما دام أكو هناك تأييد وتصفيق مثل ما وصفت حضرتك، وهنالك أيضا محاسبة في حال الإخلال، هنالك أيضا اشتراطات من المكلف بأنه تمنح الكتل السياسية الحرية في الاختيار، وهو وضع بعض المعايير لاختيار كابينة الوزارية عفوا، منها الكفاءة والنزاهة والمهنية. طيب، الكتل السياسية راح تضيق خياراته أم تمنحها حرية الاختيار؟ سيدي الفاضل، هذه هي الفرصة السياسية التي أتيحت للسياسيين بإمكانهم من خلالها أن يحققوا النجاح، فمن كان يريد أن يعمل وينجح عليه أن يعمل بتلك السياسة التي حقيقة فرضها السيد رئيس الوزراء وطلبها من بقية الكتل السياسية، أن تكون لديه مساحة في اختيار الوزراء مهنيين كفؤين لديهم القدرة والإمكانية والخبرة المتراكمة في إدارة ملفات الوزارة. لذلك اليوم الذين يرومون في داخلهم أن يصلون إلى نقطة النجاح حتى يتحسنوا من إيفاء عهودهم إلى جماهيرهم، هذه فرصة متاحة أمامهم. أما الذين ينوون أن يتأثروا في إداء الملفات، وأنا لا أعتقد هذا الأمر موجود في نوايا
الكتل السياسية، حتما الكل يسعى إلى أن يكون هناك نجاح، الكل يسعى أن يكون هناك توحد بعد أن كان هناك جلوس على طاولة سياسية موحدة تم الخروج من خلالها إلى اتفاق الرؤى وتوحيد المواقف، وبالتالي كان هناك ولادة جديدة لعملية سياسية. كل هذه الظروف الحرجة التي شهدتها البلاد على اعتبار أن كانت هناك تحديات خارجية وتحديات داخلية، لذلك اليوم الكتل السياسية عازمة تكون لديها قدرة على إعطاء السيد رئيس الوزراء المكلف فرصة في اختيار وزرائي المقررين للكابينات الوزارية، ومن ثم المضي قدما لتشكيل حكومة قوية قادرة مقتدرة لوضع نصف عينيها، ومن أولويات عملها يكون هناك إنجاز ملفات كثيرة متعاقلة ومترهلة، لازم أن تكون قدرة على إنجاز ملف الكهرباء، ملف الخدمات، التعليم، الصحة، الزراعة، كل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر ورص الصفوف من أجل الوصول إلى بر الأمان. أشكرك شكرا جزيلا السيدة ضحى القصير النائبة عن ائتلاف دولة القانون، حدثتنا عبر الهاتف في برنامج حصاد الأيام. ومباشرة الحظ نتحدث أيضا عن المعايير اللي وضعتها الحكومات السابقة في الاختيار. مرت علينا حكومات اختارت التكنوقراط، الحكومة الأخيرة اختارت من المستقلين، وأيضا كان هذا متغير جديد، وأيضا كانت من المتحزبين. اليوم هذه الاشتراطات الكفاءة أين تضعها في خانة ضغط الأحزاب على المكلف؟ نعم، نعتقد أنه الأحزاب اليوم يعني ليس في وارد تفكيرها أن هناك اشتراطات معينة على السيد محمد الشياع السوداني. يعني كل التسريبات التي وصلتنا ونحن مطلعين على بعضا منها أنه قد تركت المساحة وترك الأمر إلى السيد السوداني هو باختيار الوزراء أو كابينة الوزارية بلا إملاءات من أحد. هسه ربما هنالك فرض من فريق من فرقاء السياسيين، هنالك فرض من حزب معين، لكن إجمالا وخصوصا الإطار التنسيقي الصامد لهذه اللحظة لم يفرض على السيد محمد الشياع السوداني أي اسم لهذه اللحظة. لذلك نعتقد أنه في حال ترك المساحة أمام السيد لاختيار من يمثله في الوزارة، أعتقد سوف يكون هناك يعني خطوة باتجاه بناء عملية سياسية حقيقية وبرنامج خدمي يلامس احتياجات المواطن. أما إذا كانت هناك إملاءات من الكتل السياسية فسوف نعود مرة أخرى إلى المربع الأول عندما فرض على بعض الحكومات بعض الأسماء وقد فشلت فشلا ذريعا وكان آخرها وأسوأها حكومة مصطفى الكاظمي التي جاءت من حراك تشرين، والكل يعلم يعني حيثيات حراك تشرين. لذلك نعتقد أنه علامات النجاح وفي أولويات السيد محمد الشياع السوداني تبدأ من هذا المنطلق، عندما لا يكون هناك إملاءات من قبل الأحزاب السياسية فأعتقد أنه سوف ينجح السيد محمد الشياع السوداني في مهمته القادمة. طيب سيد قوران، نتحدث عن جلسة تمرير رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، يعني أكو اتفاق شامل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية. هنا نتساءل راح يتم هذا الاتفاق وتمشي الأمور على ما تم التفاهم عليه أم أن هنالك تحديات راح تفرضها المرحلة المقبلة؟ نعم تماما. السيد محمد الشياع السوداني ذكر مدعوم من كل البيوتات السياسية داخل البلاد، وخاصة من البيت الكردي، البيت الشيعي، البيت السني. نحن في اتحاد وطن كردستاني من البداية ذكرنا أننا داعمون لحكومة السيد السوداني، وأعتقد كل القوى السياسية داعمة للكابينة الجديدة برئاسة السيد السوداني. وباعتقادي الكابينة ستتشكل بأريحية، ولكن يجب أن لا تكون هناك ضغوط على السيد السوداني، ويجب إعطائه سلطات كاملة لكي يستطيع اختيار شخصيات مهنية للوزارات في كابينته. باعتقادي القوى السياسية ستدعم السيد السوداني لكي ينجح في مهامه، لأن هذه القوى أساسا كانت متحالفة فيما بينها، وخاصة كما تعرفون كانت هناك دار تحالف إدارة الدولة والتي تكونت من كل القوى السياسية سواء داخل البيت الكردي أو البيت الشيعي أو البيت السني. ولكن هناك حتى أيضا تحديات وعقبات أمام السيد السوداني. التحديات كما تعرفون هناك معارضة قوية حاليا
التيار الصدري لم يشارك في تشكيلة الحكومة، وكذلك هناك تشكيلين. أعتقد المعارضة ستكون مراقبة لعمل السيد السوداني، ولكن هناك أيضا ملفات أخرى داخلية، ملفات مع البيت الكردي أو مع الكرد، مثل مسألة النفط والغاز، حصة الأقليم، مسألة احتياج مرقة وغيرها من الملفات، وملفات حتى مع الأخوة السنة كإعمار المناطق المتضررة، وكذلك مسألة النازحين. الملفات كبيرة أمام السيد السوداني، ولكن نتمنى أن يشكل كابينة جيدة وأن تدعمه كل القوى السياسية لكي ينجح في إدارة نعم. طيب دكتور طارق، التحديات الكبيرة وأيضا التركة الثقيلة اللي راح تفرض على الكتل السياسية، هنا راح نتحدث عن ليس فقط دعم الكابينات الوزاري وإنما حتى البرنامج الحكومي، المنهاج الوزاري المقدم للسيد السوداني، كل هذه المقدمات يبدو أنها متوافرة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حضور الجلسة، جلسة التكليف وقبلها جلسة الاختيار. هذا الزخم راح يبقى متواصل، وهنا نخصص الحديث عن البرنامج الحكومي. في الحقيقة العبرة ليس بالبرنامج وطبيعة البرنامج، وإنما العبرة بالاستجابة. أعتقد أن موضوع النجاح والدعم واستمراره من عدمه يرتبط بالالتزام بالاتفاقات، لا سيما وأن التحالفات الرئيسية الثلاثة، الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي، قد اتفقوا على نقاط مهمة، وهذا أعتقد هو المرة الأولى من نوعها. الحكومات السابقة بالرغم من هناك اتفاقات، ولكن كانت اتفاقات في الخطوط العامة. المرة الأولى التي يتفق فيها البيوتات الرئيسية في العراق والمكونات الرئيسية في العراق على نقاط مهمة وتكون تفصيلية. نعتقد هناك أمور تفصيلية تم الاتفاق عليها ما بين المكونات الرئيسية. عملية الالتزام بهذه النقاط أعتقد هي العامل الأساسي في عملية الزخم واستمراره في موضوع الدعم. هذه الحكومة تختلف عن جميع الحكومات السابقة التي تشكلت في العراق، الحكومات الخمسة، والاختلاف عن الحكومات السابقة، هذه الحكومة هي حكومة تحت المجهر، حكومة قد يغيب عنها التيار الصدري يعني عن تشكيلتها، هاي النقطة الأولى التي تختلف جميع الحكومات السابقة. هذه الحكومة هي ظهرت بعد مخاض عسير وصل إلى حد الصدام. هذه الحكومة أعطت التزامات للكتل السياسية وللشعب العراقي، وأعطت التزامات يعني المحيط الإقليمي والمحيط الدولي بأنها قادرة على ضرورة أن تغير الواقع السياسي العراقي. فلذلك نعتقد أن هذه الحكومة تحدياتها كبيرة، والملفات التي سوف تقوم بحلها هي أيضا كثيرة، والسبب أن جميع الملفات دائما ما هي تكون مرحلة، جميع الأزمات هي مرحلة. مع الأسف إذا ما كنا نتحدث عن 10 أزمات أو 15 أزمة في عام 2005، في 2006، في 2010 أصبحت 25 أزمة، في 2018 أصبحنا نتحدث عن 30 أزمة. كلما مر الوقت بسبب الترحيل لا توجد هناك أي حكومة استطاعت أن تحل خاصة الأزمات الكبيرة المختلف عليها التي تتعلق بموضوع الخلافات والرؤية المشتركة المستقبلية. ولذلك هذه الحكومة أعتقد يفترض بها قبل أن تقدم الخدمة أن تحل الأزمة، بمعنى أن تبدأ بحل الأزمات الرئيسية القادرة على حلها، ومن ثم تنتقل إلى تقديم الخدمات، لأن تقديم الخدمات تحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار أعتقد بالذات الاستقرار السياسي مهم في تقديم الخدمات. طيب أستاذ قاسم، ما دام أن الحكومات لم تقدم معالجات بل قدمت تسويات، وهذا الأمر يلقي بالظلال الثقيلة على المكلف، واليوم علمنا من مكتب السوداني بأنه باشر في مكتبه في القصر الرئاسي، بالتالي هذه المباشرة راح نبدأ في العد التنازلي لولادة الحكومة الجديدة واختيار الكابينات الوزارية. هذا العمل المبكر والذي طبخ قبل أيضا حتى قبل جلسة التكليف، كان هنالك حراكة من قبل السيد السوداني على الكتل السياسية وعلى المنهاج الحكومي. هذه العجالة هل ستؤثر إيجابا على نضج المشهد السياسي في العراق؟ نعتقد أنه برنامج السيد السوداني يعني قد كتب قبل أكثر من شهرين، يعني نعم. قد عرض على قادة الإطار وقد باركوا قادة الإطار لهذا البرنامج. أما موضوع يعني أنه بدأ يمارس عملي في مكتبه الخاص، فأعتقد هذا جاء من أجل ترشيح بعض الأسماء التي تخطر في باله. أعتقد يعني تصفير الأزمات يعني ضرورة ملحة في المرحلة القادمة، يعني الرجل ربما سوف يحمل أكثر من طاقته، لأنه بصراحة يعني
الله يكون في عونه، يعني الله يساعده انه راح يواجه تحديات صعوبات كبيره جدا، باعتبار انه هنالك حطام يعني في الساحه السياسيه العراقيه بسبب سوء الإدارة الفاشلة للحكومة السابقة. لذلك نعتقد أنه مباشرة السيد السوداني في هذه المرحلة المفصلية الحساسة، ويعني حقيقة بداية عمله، يعني أعتقد أنه مسألة إيجابية وسوف تحسب له باعتبار أنه بدأ مبكرا بكتابة برنامجه الحكومي وقد عرضه على الرأي العام العراقي ولاقى استحسان من قبل الشعب العراقي. فهذه كلها نجاحات تحسب للسيد محمد شياع السوداني. فضلا عن ذلك هناك قاعدة الإطار الذي يتابعون طبعا بصمت ما يجري في مكتب السيد السوداني باعتبار أنه مرشحهم، ونجاحه نجاحا يعتبر الإطار، وفشله لا سامح الله سوف يعتبر فشل أبا إطار هو من جاء به إلى المفصل الحكومي. طيب سيد قوران، لما نتحدث عن الأولويات أو المحددات اللي خلاها السيد السوداني لشكل حكومته ووصفها أنه أمام النجاح أو النجاح في تشكيل هذه الحكومة، بالتالي هكذا اشتراطات راح تخليه أنه يمتلك القرار باختيار الوزراء حتى لو كانت هناك ضغوط سياسية، وكيف الآلية اللي راح تتبع في هذا الاختيار؟ حقيقة بس رد أنه إن دعم السيد السوداني وكابينته والاتفاق بين القوى السياسية في إقليم كردستان والإطار التصديقي والسيادة السنية حتى عزم ليس فقط مع الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني داخل البيت الكردي والديمقراطي الكردستاني السوية وقعوا على الاتفاق داخل تحالف إدارة الدولة لدعم السيد السوداني. الاتحاد الوطني الكردستاني من البداية كان داعم السيد السوداني، واعتقد زيارة السيد السوداني بعد أول يوم من تكليفه للسيد طاب الطالباني خجل على ذلك. الاتحاد الوطني الكردستاني كما تعرفون من البداية كان متحالف مع الإطار التنسيقي وبقي للأخير في هذا التحالف. وشبه التحالف باعتقادي دعم كل القوى السياسية، البيت الكردي بقطبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي وقول إطار التنسيقي وحتى البيت السني السيادة وعزم سيكون له تأثير جيد جدا على نجاح كابينة السيد السوداني. طيب دكتور طارق، يعني أسأل حضرتك عن هذه المصاعب اللي راح يواجهها السيد السوداني في شكل حكومته المرتقب، بالتالي هل سيكون الاختيار بالطريقة الشخصية أن هنالك آليات متبعة؟ كان ما رشح إلى الإعلام عن تقديم ثلاثة شخصيات إلى خمس شخصيات من كل حزب وحرية الاختيار ضمن تتبع لآلية معينة تضعها لجنة للاختيار. أكيد هناك يعني معايير للاختيار باعتبار المعيار الأول هو الاختصاص، فضلا عن ذلك الكفاءة، فضلا عن ذلك النزاهة. ولكن نعتقد أنه عملية المسألة ليست بسيطة وسهلة. نعم. الله يكون بعون يعني المرشح باعتبار مثل ما تفضل الضيف الكريم أن المشاكل كبيرة ومعقدة ومتداخلة، يعني ليست مشكلة واحدة. ولكن نعتقد أن السيد المرشح السيد محمد الشاع السوداني تقريبا جميع الفرقاء السياسيين أكدوا على إيجابية هذه الشخصية وتعامله مع بعض الملفات التي كان يعني يديرها في فترات سابقة. كان يتصف بالمهنية، وهذا الموضوع قد يسعفه في عملية النجاح في الحكومة المستقبلية. ولكن جميع المؤشرات تؤكد أن عملية النجاح مرتبطة ارتباط كبير بالكتل السياسية. الكتل السياسية تستطيع أن يعني تساهم في نجاح حكومة السوداني وتستطيع أن تساهم في فشل هذه الحكومة. ولذلك يفترض بجميع الكتل السياسية أن تتعظ من التجارب السابقة وأن تترك للسيد السوداني حرية الاختيار، باعتبار أن هذه الحكومة قد تكون مساهلة بالمستقبل حتى نعرف من هو أين النجاح وأين الفشل. مع الأسف فيما سبق كان دائما ما نجد أن الفشل والإخفاق الجميع يتبرأ منه، والنجاح حتى وأن كان نسبي الجميع يسند هذا النجاح له. لذلك نعتقد أن عملية الترشيق واختيار الشخصيات بالدقة قد تساهم في عملية النجاح. إضافة لذلك الموضوع لا يرتبط فقط بالوزير، نعتقد يحتاج السيد السوداني حرية الاختيار على مستوى الوكيل على مستوى مدراء عامين، باعتبار أن المنصب
وعملية الإدارة هي لا ترتبط فقط بالوزير، وإنما الحيوية والفاعلية في جميع الوزارات ترتبط بالمدراء العامون والوكلاء وغيرها. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلم السياسي في جامعة بغداد، أثريت الحوار في الملفين، وشكر كثير حضرتك ضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلامي العراقي ولمحدثنا عبر سكايب السيد قران فتحي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله. شكرا جزيلا.